أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق 您当奉你的造物主的名义而宣读 خلق الإنسان من علق 他曾用血块创造人اقرأ وربك الأكرم 你应当宣读你的主是最尊严的 الذي علم بالقلم 他教人用笔写字 علم الإنسان ما لم يعلم 他教人知道自己所不知道的东西كلا إن الإنسان ليطغى 绝不然人却是悖逆的 رآه استغنى 因为他自己是无求的 إن إلى ربك الرجعى 万物必定只归于你的主 رأيت الذي ينهى你告诉我吧 عبدا إذا صلى 那个禁止我的仆人礼拜的人 أرأيت إن كان على الهدى 你告诉我吧如果他是遵循正道的 أمر بالتقوى 或是命人敬畏的 أرأيت إن كذب وتولى你告诉我吧如果他是否认真理背弃真理的难道他还不知道真主是监察的吗绝不然如果他不停止我一定要抓住他的额发ناصية كاذبة خاطئة 说谎者犯罪者的额发 فليدع نادية 让他去召集他的会众吧 سندع الزبانية 我将召集强悍的天神 كلا لا تطعه واسجد واقترب绝不然你不要顺从他你应当为真主而叩头你应当亲近真主